خبر مهم قوي، يعني بعد الاعلان امبارح ان الاهلي قرر عرض احمد قندوسي للبيع، الزمالك مترقب بقى حسم احمد القندوسي موقفه مع النادي الاهلي عشان يبدا التفاوض معاه، وطبعا عديد من الانديه بدات تتكلم على شراء اللاعب. بالمناسبه قندوسي كلاعب لعيب 10 على 10، انا شايفه من اللعيبه الممتازين. هو غادر القاهره والتحق بصفوف منتخب الجزائر الاول، وده دليل على نجاحه. يعني المفاوضين بتوع اللعيب قالوا ان احنا تقبلنا قرار النادي الاهلي ومتفاهمينه جدا، مش هنعترض عليه ولا هنحاول تعديله، والراجل قال لك انا قلت اللي عندي وخلاص، والموضوع بالنسبه لي انتهى تماما. ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه؟ كلنا منتظرين. خلال الساعات القليله المقبله، الانجليزي اوبي ايجاريا لاعب ليفربول السابق هيصل للقاهره في مفاوضات عشان ينضم للزمالك. هو اللي رشحه هو جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك. هو المدير الفني هو اللي طلب ضمه، هو اللي بيرغب بشده في وجوده معاه، لانه لعب معاه في نادي ريدن الانجليزي ولعب تحت قيادته 27 مباراه، سجل 3 اهداف وصنع هدفين. مصدر قال انه إيجارية هيصل للقاهره ولن يخضع لاختبارات كما يشاع، ولكن سيخضع لفحص طبي وكشف شامل ودقيق، لانه تعرض لاكثر من اصابه وغايب عن المباريات بقاله حوالي سنه ونص. كشف الطبي بعد ما يتم هيتم الحسم، لانه جوميز مصمم على ضمه وبيراهن ان الصفقه دي لو حصلت ان اللعيب ده هيستعيد مستواه وهيصبح افضل لعيب كره في مصر. ده راي جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك. إيجاريا ما بيلعبش في اي نادي دلوقتي، هو رحل عن نادي ريدنج الانجليزي في يناير الماضي وهو صغير عن 26 سنه. بدا في اكاديميه ارسنال ومنها اتنقل لليفربول، لعب 8 مباريات مع يورجن كلوب، يمكن ما كانش موفق قوي، لكنه هو صاحب اصول نيجيريه، بيلعب في مركز الجناح الايسر وبيلعب في وسط الملعب. خرج من ليفربول فتره اعلى ساندرلاند، ومنها خرج الى نادي رينجرز 2019 الى نادي ريدنج، وقعد لحد يناير الماضي قبل ان يرحل. على فكره لعب في جميع الاعمار السنيه للمنتخب الانجليزي، وخد كاس العالم للشباب مع المنتخب الانجليزي عام 2017. انا بعتقد انه لعيب مكسب. نادي الزمالك قرر تشكيل لجنة للكرة هتتكون من 6 أفراد، اللي هي دورها هيحل أو حل كل المشاكل المتعلقة بكرة القدم، من تعاقدات جديدة وتجديد عقود وخلافه. تشكيل لجنة الكرة الحقيقة كابتن حسين لبيب رئيس النادي، السيد حسام المندوه أمين الصندوق، السيد هاني بيرزي، السيد عمرو أدهم، الكابتن أحمد سليمان، كابتن طارق السيد. اللجنة دي هتعقد أول اجتماع خلال يومين عشان توزع المهام وتحديد خطة العمل خلال الفترة اللي جاية. بس الحقيقة اللي أنا مندهش له ومستغرب له هو كابتن حسين السيد. فين حسين السيد؟ حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق. أنا استغربت أن اسمه مش موجود، قد يكون موجود ولكنه سقط اسمه من الخبر، لكنه موجود كابتن طارق السيد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق. في كل الأحوال هي خطوة للأمن.